إلى أخبار الطقس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء، نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخرها. دكتور أحمد عبد العالي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد، كيف ستبدو الحالة الطقسية والمناخية في مصر على مدى الساعات المقبلة إن شاء الله؟ اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا حالة الجو مستقرة بالنسبة لشمال البلاد زي ما حضرتك قلت، بالنسبة للوصف بالنسبة لدرجة الحرارة، لكن اهم ظاهرة هي وجود شبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد، وايضا الامطار الغزيرة والرعدية على مدينتي حلايب وشلاتين اليوم وغدا وبعد غد، يعني الثلاث أربع خميس. نعم. والأمطار دي هتمتد لجنوب ثلاث جبال بحر الأحمر، وأيضا غدا وبعد غد قد تمتد إلى بعض محافظات جنوب البلاد. تصل هذه الأمطار إلى محافظة قنا مثلا، ولا المسألة على الأقل حتى هذه اللحظة ليست إلى هذا المدى؟ لازم توصل إلى هذا المدى، هي حتكون بكثير على توصل لأسوان الأقصر أكثر حاجة، ومش هتكون بإذن الله غزيرة بالنسبة لهذه الأماكن، لكن الأكثر كمية والأمطار راح تكون شديدة بالنسبة وقرعادية أيضا بالنسبة لمدينتي حلايب وشلاتين وأبو رماد، ربما سيتم التعامل أكيد طبعا، وأبو رماد أكيد طبعا، المنطقة كلها وراس حدربة أيضا هتكون فيها نفس اللفظ. نعم، في نهاية ساعات الليل دكتور أحمد، مع الساعات الأولى فجرا تقريبا أو ساعات الصباح الأولى، هناك درجات حرارة ربما تصل إلى معدلات لم تكن عالية على مدى الأيام الفائتة، وصولا حتى في ساعات الصباح الأولى إلى نحو 18 درجة تقريبا. خلاص سنستمر على هذا النحو إلى حين انتهاء فصل الشتاء القادم، ولا سيكون هناك تغير في الأوضاع؟ لا طبعا، هو بالنسبة لدرجة حرارة الصغرى، بدأت درجة حرارة صغرى في الانخفاض، وعشان كده دايما بقول ان الوصف بتاعي ان في بداية الليل بتبقى الجو لطيف، لكن في اخر الليل بيبقى بارد، وفي الصباح الباكر طبعا هيستمر معايا بالعكس، في يعني مع تقدم الخريف هتبقى درجات حرارة صغرى بالذات تبدأ الانخفاض اكثر فيها، وهنحس ببرودة الجو في الليل وفي الصباح الباكر اكثر. نهاية فصل الخريف ينتهي امتى، وبداية ما يسمى بالانقلاب الشتوي ندخل فيه امتى؟ يعني احنا ان شاء الله فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر وينتهي معه فصل الخريف. نعم، مسألة الانقلاب الشتوي رهينة ب 21 ديسمبر ايضا بداية فصل الشتاء، ولا لها تاريخ مختلف في خبراء الارصاد؟ لا، فصل الشتاء نفسه 21 ديسمبر، لكن خلينا اقول ان الجزء الثاني من فصل الخريف يشابه كثيرا فصل الشتاء، وبالذات في ال 20 يوم الاخرين من فصل الخريف. دكتور احمد معلش، انا كان مع فصل الصيف المنصرم كنت سمعت معلومه لا اعلم مدى دقتها، واتمنى اذا كانت دقيقه حضرتك تخطرنا بها. مصر تسجل اعلى درجات حراره في فصل الربيع بينما تسجل اعلى معدلات رطوبه في فصل الصيف، المعلومه دقيقه ولا لا؟ وهل لها ما يوازيها في الخريف والشتاء؟ فعلا هذه المعلومة دقيقة جدا وصحيحة، وكان صدرت عني أنا شخصيا، أن فعلا الربيع بيسجل أعلى درجات حرارة عن الصيف، ولكن بتكون جاف لأنه بيبقى جاي من الصحراء الغربية، فتبقى درجة حرارة عالية جدا لكن جافة، بينما في الصيف هو اللي بيسجل الرطوبة أعلى من درجات الحرارة. على سبيل المثال الصيف الماضي درجة نسبة الرطوبة في القاهرة لم يعني ما نسبتش عن 80%، وده يعتبر ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، وده اللي بيحسسنا بدرجات حراره كامله لو كانت اعلى من النقاط الثانيه. المساله لها ما يوازيها في الخريف والشتاء، ولا خلاص في الشتاء معروف ان مصر تسجل اقل درجات حراره وادناها؟ طبعا لا، يعني بالنسبه طبعا للشتاء هو اللي بيسجل اقل درجه حراره. نعم. في بتبقى في الشتاء خاصه بدرجه حراره الصغرى، لكن خلينا اقول ان الشتاء الماضي يمكن درجة حرارة في القاهرة ما نزلتش عن 14 درجة للعظمى، بينما الشتاء قبل الماضي كانت العظمى وصلت ليه 7 درجات. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه منضما الينا عبر الهاتف. يوصيكم دوما كونوا على حذر في ساعات الليل وفي اول ساعات الصباح.